ما شفتش ابويا يا حاج؟ ابوك ده يطلع مين؟ صبره والنبي، ده بقاله يومين ما جاش البيت وجاي اسال عليه هنا في معرضي هيصاحبني ولا ايه؟ ايه يا عم، هو انا بصحى منك؟ بقولك بقاله يومين ما جاش. ان شاء الله يفرموا انتوا، انا مالي. يلا بنتي من هنا. غرة يا بنت، لو ما اديكي 30 جزمة انت وابوكي غرة. اعوذ بالله، ده انتوا ايه ده؟ عم بصيري ابو دنيا، يا بنت يا سميرة، انت لسه بتدور على ابوك يا بنت؟ ما ندور معايا يا نصر والنبي. ادور معاكي ده ايه؟ ادور معاك ولا ادور على اكل عيش ولا يا عمي في ايه يا عم؟ ايه ده بنت، انت بتديني بالمسمار؟ يا عمي ده من اول امبارح ما جاش، ورحت سالت عليه في اسم، قالوا لي مش هنا. هات لي شويه قهوه على الورشه يا نصر. ماشي يا راجل، انا اخويا سخن في المشكله. انا مالي؟ مالك يا بنت؟ مفيش، انا مش لاقي ابويا، والواد اخويا في البيت عيان سخن، ورحت الاسم سالت على قالوا لي مش هنا. اخوكي ده في ايه؟ في البيت يا عم. وانتوا ساكنين في ايه؟ في الدلاطه. طب تعال تعال يا اسطى، دراسة؟ تعالى اسمع معايا. طريقنا مش واحد. توكل على الله يا اسطى، توكل على الله، توكل على الله. تعال وامضى يا اسطى. ماشي، تعالى يا بت. امك فين يا بت؟ هي اصلا اما ايه يا بت؟ الواد ماله يا ست انت؟ يا ست هو جه معايا ثاني، الواد المستوصف خلصني. وريني الواد. النبي يا اخويا، ما تعرفش شبره اتصن فين؟ يا نهار اسود، ده وقت شبره؟ الواد هيروح منك يا حمار انت. ده لسه كان زي الفل دلوقتي وكان لسه بيعيط. الواد مولع. ماله؟ اهو تاكسي، اهو تاكسي. يا اسطى. ايه يا جدعان التصنيف ده؟ ايه ده؟ معلش يا اسطى، النبي الواد تعبان قوي، هروح مننا فين؟ اي مستشفى يا اسطى قريب والنبي. الله يصلح حالك. اطمني يا ست على ابنك، الحمد لله. كتر خيرك يا دكتور. زيزو اللي جاب هنا يا زيزو، ها؟ وانت يا اخينا ازاي تسيب ابنك عامل بالشكل ده وتسكت؟ ايه ما سخنش؟ ما سمعتوش بيموت من الكحه طول الليل؟ يا باشا بس ولا ايه؟ تخلفوا العيال وترموها؟ اتفضل هات له الروجيتا دي بسرعه، ده تكون قرف. زيزو خلفته امتى ده؟ قول لي امتى؟ يا بنت اسكتي يا ناقصاكي، ده ابن واحد صاحبي. ابن واحد صاحبك وحياة امك عواطف؟ عيب يا بنت واحترمي نفسك. مالك يا اخي وماله؟ مالكش دعوه بيه يا بنت؟ بقى خلاص بقى، خد الواد. ماشي اخويا، يلا روحيني. ماشي اخويا. فين يا اخويا الفلوس؟ كمان فلوس؟ خد يا ستي فلوس. ابن 17 جنيه. كام؟ 17 جنيه. خدي بس بضربي بيهم كل، انت كمان يلا خد الواد روح على البيت. ويمين بالله لو ما جبتوليش الدواء شوف هعمل فيك انت وشبره. ماشي، استناك بالليل يا بابا زيزو. بابا زيزو، بابا زيزو، ها بابا زيزو، بتبعت فلوسك على الحريم يا زيزو؟ ايه يا بنت، هي ناقصاك انت كمان؟ هتيجي معايا ولا هتستني هنا؟ وحياة امك عواطف، اعرف حكايتها هي واشجان. مالك يا بنت كده بتكلميني كانك مراتي وقفشاني وغيران عليا ايه؟ المستقبل ان شاء الله. المستقبل ان شاء الله باذن الله. يلا يا فندم. طب انجار انجار. يا ابن اللعيبه يا زيزو. حفظ اللعيبه يا ابن الجنيه. انت جنيه والله. الواد علم علينا صح. علم علينا صح الصح يا شبرو. لا وايه؟ توت ونبوت وكهرباء وتسجيل. شفت التسجيل يا اسطى؟ التسجيل ببابين. الواد فرشح شخرم. الواد بعزقنا على حصيره في السليم المعوج يا اسطى. تحس ان احنا بقينا سكرموندو زيس على شويه اندينال. ايه؟ بالك انت التسجيل ده لو راح للشرشابي ولا انديل مش هيدفع فيها اقل من 350 جنيه. لا. ايه 400؟ لا، مش هيبقى فيه لا باكرو ولا شبرو. طب شوف انت عايز تعمل ايه بقى يا عبهم وانا معاك. عايز اعمل حاجه كبيره قوي بس مش راضيه تيجي على دماغي. هتيجي يا اسطى، بس اوعى تنسى التسجيل ابو بابين. وده اللي مجنني يا باكرو، الواد تحس انه مارد كبير قوي، طلع من امه مقد كده. المارد ما بيصرفوش غير اللي حضره يا شبرو. مين اللي حضره يا باكرو؟ بوت ابوه. صح، يعني احنا بروح اهلك هنصح ابوه اللي مات ما بيصحاش. يبقى المارد هيفضل مارد ويهددنا يا باكرو. والايد اللي ما تقدرش تقطعها يعني ابوس ايده يا معفن. اتكلك عند الكلب حاجه. اتكلك عند الكلب حاجه. صح، احنا نصاحبه. تصاحبه؟ لا، نصاحبه. نصاحبه يا عم، نصاحبه لحد ما نلاقي له مصيبة ونزقه فيها.
ولعلمك في الحالة دي بقى هتلاقي له مصيبة وهتزقه فيها. صح يا بكرو. عارف يا بكرو أنا بتمنى إيه؟ إيه يا شبر؟ نفسي أعرف صدى الصوت اللي بيطلع منك ده زراره فين؟ إيه يا شبرو؟ نفسي أعرف زراره فين وقفله؟ عندك في الصدارة يا شبرو.